اخذك كمان يا ريم واخذ المشاهدين معنا الى خبر انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع لشاب سعودي تحدى فيه ابطال رالي دكار في منطقه شلاوي جنوب الطائف، واستطاع الشاب بسيارته الخاصه تجاوز ابطال الرالي المحترفين. ولمزيد من التفاصيل ينضم الينا عبر الهاتف مشعل بن نايف للحديث اكثر حول هذه المغامره. اهلا وسهلا. يا مرحبا مشعل، حياك الله. الله يسلمك. ما اعرف اقول لك انت بطل، ما اعرف اقول لك انت متهور، ما اعرف اقول لك ايش هالجراءه، ايش هالشجاعه، كيف تصنف هذا هذه المغامره يا مشعل؟ الحمد لله، على اول شيء هذه توفيق من الله، وهذه الجراءه وهوايه. يعني انت تهوى سباقات الرالي؟ من قديم. كانت لك مشاركات قبل؟ لا 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 ما أوكي. حلو مشعل. يعني مشعل المقطع هذا رهيب، ما في احد شافه الا ابتسم كذا لا شعوريا. انا بس بدي اعرف مين اللي كان ماسك الشماغ وبيسوي كذا من الشباك، صح؟ اللي كان ماسك الشماغ وبيأشر من الشباك ده صاحبك زميلك؟ ايه هذا زميلي سهل يعني صراحة المقطع قوي يعني وتحمسنا عليه، لكن أنت كيف كنت متواجد في المنطقة هناك وأنت عارف إنه هذه منطقة فيها رالي، فيها سباق، فيها زي ما شايفين الهليكوبتر وفيها المتسابقين، كيف تواجدت هناك؟ أنا تواجدت عند العزبة، عند حلالي أنا وولد عمي. أيوه. عند البل. وبعدين إيش حصل؟ وتفاجأنا إن الرالي جانا من قريب، وإحنا ما توقعنا إنه بيجينا مع الصف اللي بيجينا من قريب. طيب قمت ايش قررت؟ وطلعنا بنصور ونستانس وتفاجأنا بتشجيع من المصور اللي في الهليكوبتر. يعني هو اللي في الهليكوبتر شجعكم وانتم شفتوا اللي في سيارة السباق، بس انتم سبقتوها، يعني انتم معناته كنتوا في سرعة مهولة برغم انه السيارة يعني ترك، يعني احنا نسميه ونيت، يعني سيارة صغيرة. فكيف سبقتوا سيارة الرالي المحترفة؟ أول شيء الخبرة، احنا ساكنين في الديره هذه ونعرفها ونعرف كيف نسوق فيها ونعرف كيف نتصرف، الخبره لها دور. طيب حلو، ثاني شيء. ثاني شيء ان هاوينا الشيء ذا وكنا متحمسين وحمسنا المصور بزياده. طيب مشعل بسالك سؤال الحين، انت يعني المغامره، انا الى الحين اسميها مغامره، يعني سيارتك كانت مجهزه؟ انت لما دعست بنزين وقررت انك تدخل في هذا وطق في راسك الموضوع وكملته، ما خفت ان ترى سياره الرالي اللي موجوده اللي انت قاعد تسابقها سياره مجهزه ومصممه لهذا النوع من السباقات، سيارتك فيها نفس الامتيازات ولا هي سياره عاديه؟ لا سياره عاديه ما فيها اي تعديل، لكن انا ما مشيت في المسار اللي يمشي فيه الرالي، انا خارج المسار. انت خارج المسار، ممتاز، يعني انت عارف المسار كويس وكنت خارجه. صراحه انا ما اكذب عليك، الفيديو مره حلو وانت تستاهل تكون بطل رالي وعندك الموهبه، فايش مقرر في هذا؟ ايش خطتك في هذا الموضوع؟ اول شيء هذا توفيق من الله، كل شيء توفيق من الله، ونتمنى بس السنه الجايه والسنين القادمه ان نكون مشاركين وان شاء الله الاول، واذا شاركنا ما نفضل الاول. طب مشعل، في احد تواصل معك من الجهات المعنيه الخاصه بالسباق او غيره، شجعك يعني عزز لك هذا الاشياء، او احد قدم لك عروض قالوا لك، يعني هل كان في اي مكاسب او عروض من بعض هذه التجربه؟ لا نسمع اشاعات، لكن ما يزيد الراجحي طلع في مقطع شجعنا زياده بعد في سنابه الرسمي. وان شاء الله ان السنين الجايه نكون مشاركين ان شاء الله باذن الله. طيب يعني خليني اسالك، البطل الرالي اللي كان بيسوق السياره اللي هو البلجيكي باسكال فرين اللي انت سابقت معه، كلمك، اشر لك، حصل بيناتكم تواصل؟ يعني كلمنا عن هذا الشيء. لا ما حصل بيننا الا بس المسابق والتصوير، اما لانه ما وقف، احنا مشينا معه يمكن 500 متر وطلعنا من الموضوع ومكملوا مشوار. الله الله يا مشعل، والله انك رهيب، والله انا كل ما اشوف المقطع ده انبسط مره كثير، وانا متاكده انه البطل البلجيكي يعني اكيد يعني شاف المنظر هذا واكيد عجبه واكيد علق عليه واكيد لي رده فعل في هذا الموضوع. كلمه اخيره تحب تقولها مشعل؟ اهم اول شيء نتمنى ان نكون مشاركين ونحتاج دعم، ومن
الرالي القائمين على الرالي نحتاج الدعم ان شاء الله، والدعم كامل للرالي، لكن ان شاء الله اننا نكون مشاركين باذن واحد احد. بس انت برضو يعني لا تسوي المخاطرات هذه وانتبع نفسك وكذا يكفي، فلان الموضوع في تهور كماله. مشعل بن نايف هلا هلا، وان شاء الله تفوز وان شاء الله تشارك السنه الجايه، وباذن الله كل التوفيق لك. ايش رايك في مشعل؟ مشعل برافو عليه. شخص اتمنى انه هو ما يكون مثلا، يعني ما اتمنى ان المغامره هذه الناس تستسهلها كمان يا ريم. هو ابدع، بس هو واحد ذكر كلام مهم، قال احنا عارفين الطريق بالضبط، وعارفين المكان وعارفين كل شيء، فهو ما غامر غير هو مالي يده، عارف سيارته كويس، عارف الطريق كويس، وقال لك انا ما كملت ترى، مشيت مع 500 متر ووقفت. فمش كل تجربه يعني نجحت في مغامره زي كذا قابله ان هي تتكرر اكيد، او قابله انها تتعاد بالضبط.